يا ست شيماء، الو، ازيك يا شوشو؟ ازيك يا ست غاليه؟ اهلا الو، اهلا ازيك يا بيكي. حبيبتي؟ عامله ايه؟ تسلمي، شايفه الضيفه بتاعتنا النهارده دي نوده حبيبتي، دي؟ شوشو دي صاحبتي، صاحبتي. دي شوشو صاحبتي. يعني انا النهارده فرحانه حاجتين، فرحانه انا بكلم ست غاليه لان هي انا دي عايزه اقول صاحبتك لك اللي ان كنت بتتكلمي عليها؟ كنا لسه دلوقتي بنجيب في سيرتك. لا ده انا ليا عليها عتاب، تقول لي بابا وماما وجوزي واولادي وفين انا بقى يعني. حبيبتي انت في قلبي وانت عارفه انا عارفه يا اختي، دي حبيبتي. رصت عليكي رصه لوحدك كده. مش والله هنفكر يا استغالي انا عايزه اقول لك ان انت شخصيه لذيذه جدا جدا، مجرد ما الواحد بيفتح التلفزيون بحس ان انت قاعده معايا في البيت، يعني عارفه بحس ان انت مننا كده اهوت، وشخصيه لذيذه وحبوبه، ويعني روحك حلوه قوي. تسلمي وتعيشي. على اللي ما يطلع شبه امه وابوه يقولوا منين جابوه، ما انا شبه كل المصريين. لا والله ده انت حبوبه خالص وتخش للقلب، يعني بيقول لك من حبه ربه حبب فيه خلقه، فانت اكيد ربنا بيحبك الحمد لان الناس لله، كلها بتحبك. تسلمي وتعيشي. ربنا يخليكي. عايزه اقول لك ان هند يعني طباخه ماهره. انت عندك عارفه يا روبه. ست الكل، ساعات كده اقعد افكر كده واستغرب نفسي، اقول كل الناس دي غاليه بتحبك، سبحان العاطي الوهاب من بعد الشفشف والوباب. لا والله ده انت عارفه، ما تقوليش كده على نفسك، ده انت شربات. ربنا يخليك، مستكتره صراحه على نفسي كل الناس اللي بتحبني دي كلها. لا لا ازاي، ربنا بيدي كل واحد اللي يستاهل، وانت اكيد تستاهلي كل ده واكتر. ده كنز، كنز ما اه اقدرش افرط طبعا فيه ابدا، حب طبعا الناس. طبعا طبعا. وبعدين كمان بتختاري ناس زي العسل، يعني انا عايزه اقول لك هنوته دي شخصيه فظيعه ومحبوبه جدا وطباخه ماهره، انا يعني مش عايزه اقول لك الاكل بتاعها عامل ازاي. ما انا هدوق اهو من يشهد للعروسه. اه دوقي بقى وبعدين ابعتي لي، يعني ما تنسوليش. حبيبتي انا اجي لغايه عندك يا شوشو واعمل لك هناك. ربنا يخليك يا نود، ربنا يخليك يا حبيبتي. ويخليكي ليا يا حبيبتي، وما تحرمش منك ولا ربنا من صداقتك يخليك، ولا من معرفتك ابدا. ربنا يخليك يا نود. ماشي يا انا مونس. حبيت اسلم عليكم كده اهوت واقول لكم ايه، اقول لكم انا قاعده بتفرج بقى، وروني بقى ايه، انا عايزه ادوق معاكم يعني. ان شاء اه الله، ان شاء هتدوقي الله. كرابيك حلب وهتدوقي الحاجات الحلوه دي كلها. ماشي يا استاذ غاليه، متشكرة أوي يا حبيبتي. ماشي، مع سلميلي على السلامة، لولو وعلى خلصتيني. عموري يا لشوشو. يوصل إن شاء الله، إن شاء الله. باي باي، مع باي السلامة. باي يا ماما، باي يا حبيبتي. يعني انتي بسم الله ما شاء الله عليكي، اهلك واصحابك، ربنا يخليك. وشاطره وشملوله على فكره، وفي واحده قاعده برضو ورا الكاميرا، بس لو ينفع بقى معلش انتي عشان برضو ما اهدرش حقها، هي برضو جارتي وصاحبتي وزي اختي بالظبط. والله الحمد لله، احنا حبيبتك، حبيبتي. مش هنيجي جنبها ومش مش هنشيلها، هي لما هتتحمر من تحت هتطلع لفوق علشان نقلبها على الناحية التانية. احنا يعني نستنى عليها تقبل لوحدها؟ هي هتقبل لوحدها. بصي، طب سيبيها لما تاخد وضعها في الزيت تاخد يعني. بس عشان الزيت كان بارد شوية، هو المفروض الزيت يبقى حامي جدا علشان تطفو على الوش على طول. هي بصي بتبتدي تطلع. بس احنا مش هنلعب فيها. الاكلتين الحلوين اللي عملتهم الاستاذه هند، عملت لنا فراخ بالجبنه الموتزاريلا. طبعا اي جبن تانية طبعا ما تنفعش حد فيها غير الجبنه الموتزاريلا. يعني لا، ممكن جبن خضار. ممكن خضار وممكن لانشون، ممكن تبقى خضار شبه الكوردون بلو كده بس بتتبيله مختلفه. يعني لو ما فيش خضار وحابه يبقى فيه لانشون، اوكي ما فيش مشكله. انت قلتي ايه؟ لانشون. لا التاني كوردون بلو هو ده زي الفل. لا ما تقولوش عيد تاني، مش هعرف اقولها. ممكن كركم فراخ. ايه يا عم، انا كفايه عليا الحرنكش، قلت